طالب البنات تتجند زي الرجال. موافقه على ده، انا بشجعهم البنات، واتبسطت جدا ان الحمله اللي عاملينها المهندس محل بقابلهم. فدي حاجه كويسه. يعني احنا لازم نشد عود الانسان المصري، رجل كان او ست. دايما الرد المجتمع لسه مش مهيئ، ثقافه الناس مين هيهيئ او البيضه ولا الفرخه يعني مين اللي لازم نجرب. ما انت كمتعلمه وعارفه خطط وشايفه اللي بره واللي جوه والتحديات الشديده اللي قدامك، مين اللي هيغيره؟ الراجل اللي طول النهار عاوز يتجوز 3 و4 ويرميهم في الشارع، ولا اللي بيخلط الدين ويلخبط المجتمع؟ مين اللي هياخد المبادره في التغيير؟ ايه المجتمع؟ مين اللي هيقود مين؟ الجاهل ولا المتعلم؟ انا كمتعلم وصاحب قرار لازم افرض هذا فرضا على المجتمع عشان يغير فكره. الستات قادرات وفي احسن، في منهم احسن من الرجاله كتير، لكن لسه صاحب القرار ما اقتنعش بان الست لازم يبطلوا حكايه الابويه دي. هو خايف عليا ليه؟ ما انا بروح افريقيا وبروح اخر الدنيا في الخارجيه، بنسافر روح بلاد كلها ضرب وقتل وكل حاجه. هو خايف عليها تروح لغايه الفيوم؟ ما هي قاعده بتشتغل في الفيوم في مناصب اخرى. محتلين 35% وزياده من الوظائف الاداريه في الدوله. ايه المشكله؟ ممكن لازم الثقافه دي تتغير. ممكن بقى نشرع لده في المجلس، يعني في موضوع المناصب العليا، المناصب التنفيذيه، او حتى المراه في الجيش. ما هو جالك في الدستور المناصب العليا والقضاء موجوده في الماده 11. واصريت انها تبقى المناصب العليا. مهم التفعيل يا فندم، حضرتك عارفه كم ماده في الدستور لكن مش مفعله في قوانين ومش ملزمه. لازم نحترم دستورنا بكله، من اول الاحزاب الدينيه ما تدخلش لغايه أوضاع المرأة والعنف والقضاء وكل الكلام ده. طيب ممكن اللي بيتابع ده يقول لك ماشي، أنا ممكن أتقبل وأشوف المرأة محافظ أو في منصب تنفيذ تتعامل مع الناس، لكن الست في الجيش ليه؟ الست في الجيش إن إحنا عاوزين نعمل تلاحم بين الشعب وبين الشباب. يعني أنت دلوقتي كل واحد يطلع يقول لك الشباب زعلان. واخده بالك؟ النساء لا، ما يقدروش على البتاع. يعني انت بتفرقي الشعب بالاقاويل دي. النهارده المراه تدخل الجيش عشان تشعر بوطنيتها وتشعر بادائها، ليه الراجل لوحده يموت يعني؟ ليه هو بس اللي يحارب؟ لما دخلها هتطلع لي جيل ابناء ممتازين، والرجاله ما تقعدش تهرب ابنها من انه يدخل التجنيد، يستعار على نفسه. اللي كل واحد عاوز يطلع ابنه من التجنيد ده شرف له. وعدم التجنيد بيحول دون انه هو يدخل برلمان او يدخل وظائف معينه. فانا عاوز اخلي لحمه كبيره بين الشعب، ست كان او راجل، ان احنا كلنا متساويين وكلنا نضحي من اجل البلد وكلنا نرتبط بالدوله. لكن دي أخاف عليها وده أبعده وده ما ينفعش.